مش ده النظام اللي ليه كان في حساسية شديدة في الكنيسة من مسألة موضوع من يتحول من المسيحية إلى الإسلام، خصوصا السيدات منهم تحديدا، قضية كاميليا شارلوت، بغض النظر عن الوقوف على تفاصيل الحقيقة. لا مش هقف على تفاصيل، لكن هناك حساسية في هذا الأمر. مش هقف على تفاصيل. هم ليه ستات بس؟ يعني أنا نفسي أسأل السؤال ده من زمان. يعني هم ليه دايما يقولوا ده ائتلاف دعم المسلمين الجدد وما بنشوفش مسلمين، بنشوف مسلمات؟ ده أنت حضرتك بتفسره بإيه؟ ما أعرف. انا يعني انا بطرحه للتساؤل. هل عبير فخري فعلا كانت محتجزه في احدى الكنائس في امبابه؟ لا على الاطلاق. نمره اتنين، انه فين جلسات يعني النصح؟ اسمح لي انا هعود، يعني هنرجع، لكن عبير فخري بنفسها هي اللي قالت كده في تحقيقات النيابه. حضرتك تقدر تجيب عبير فخري في اون تي في ومع محمود سعد، وتقدر تجيب عبير فخري مع معتز مطر، وتحط الاثنين قدام بعض، وبعدين تبقى يعني تتصل بيا تقول لي انا عملت كده، سامحني يعني في التعبير، تقول لي انا اكتشفت ان الست دي بتكذب. فعلا هي كذابه من وجهه نظرك. ده تعبير مؤدب يعني. اكتشفت ان الست دي بتكذب. هتكذب ليه؟ ونقول لها كده ان اللي بيكذب بيروح النار. انا بقول لحضرتك اللي حصل. لا لا هتكذب ليه؟ انها طلعت مع وسائل الاعلام اللي انا قلت لحضرتك عليها في اون تي في ومع محمود سعد في التحرير اعتقد، ومع معتز مطر، هنا قالت حاجه وهنا قالت حاجه. لانه يعني الناس اللي ورا من عبير ومن اشبه بعبير، يعني اللي بيرتبوا لها امورها وبيخططوا لها وبيدبروا الامور معاها، الحقيقه يعني بيكذبوا كذب. من تحديدا هؤلاء؟ يعني انا عارف ان حضرتك صريح جدا. من هؤلاء الذي وراء عبير فخري؟ من يطلقون على انفسهم ائتلاف دعم المسلمين الجدد. ده جزء من التيار السلفي، ائتلاف دعم. ده جزء من التيار السلفي. انتوا خايفين من الصعود السلفي اللي ظهر بعد ثورة 25 يناير؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. حضرتك انا بسترجع للمشاهد مشهد تفجير كنيسة القديسين، لما خرج ابونا هناك وقال ما تخافوش، ما حدش يخاف، كنيسة بتتهز، وابونا طالع ماسك الميكروفون في نفس اللحظة وبيقول ما تخافوش ما حدش يخاف. احنا ما بنخافش. الاقباط بصفة عامة، المسيحيين بصفة عامة اللي فاهمين عقيدتهم وفاهمين إيمانهم، ما بيخافوش من حد.